حضرتك ساكنة هنا؟ أيوه حضرتك برضه ساكنة هنا. غريبة؟ ما مشفتيش قبل كده. أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم واخدين الشقة اللي فوق خالص. ياه الله يكون في عونكم. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الأسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن أنا جودي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن أحتاجه قريب في قضية. تحت أمرك في أي وقت وبدون أتعاب. ميرسي، وده معقول؟ طبعًا، إحنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم ولا انشا، ما تحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقوله حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ اتفضل. الله، ده انت مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فن جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انت مقتنعه انك صح وماشيه صح ولا يهمك. اتفضلي يا باشا. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا ما اعرفش اعمل ولا حركه من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مره قالوا ما عندناش انابيب، ولطفي جوزي عامل عزومه لناس اصحابه، قلت اجي اطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. اهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. انزلي منك يا ستي. طب انزلي جاري هات السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقة سمنة؟ طب انزلي جاريه هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ستي. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيطه، ما حصلش حاجه. ونمت جابره وزي السكر. جبت يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوسه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه، لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار لنا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطيقوش، ما بستلطفوش. لا معلش، جت سليمة مغلبني والنبي. هو حضرتك عايش شقة لمكان؟ أنا مش عايش شقة، أنا ساكن في الدور الأحلام. اللي في السطوح؟ بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا أوي. تبقي تاخدي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. سيب يا واد أنت وهو. سيب الموز يا بابا، سيب الموز. سيب الموز. انت بتاكل موز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين. طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. عيب يا واد. موزه. ايه ده؟ موزه. لك وجع بطنكم. الله يلا. لا انا مش شايفهم. دول كل نفسهم فيه.
الدماغ؟ جيران ايه دول؟ بالدماغ. مالك يا حبيبي؟ مش مهم مالي، المهم الحقيني بالاكل، واقع من الجوع. حبيبي تصور ما لحقتش اطبخ. ايه عينيا جارتك طلعت لك تاني؟ مش هي يا حبيبي، دول جيران تانيين وبوتاجازهم خلص، قاموا جم طبخوا على بوتاجازنا. يعني هم ياكلوا واموت انا من الجوع. احرقت، ما بقتش عارفه اقول ايه. ازاي تعملي حاجه زي كده يا نوال؟ كل الناس بتتزنق يا حبيبي. يعني اعمل ايه انا دلوقتي؟ معلش نقضيها باي حاجه، واد احنا معزومين على العشاء بالليل. عبد السلام تاني؟ لا ديدي. ديدي مين؟ ديدي الرقاصه جارتنا في العماره، ست لطيفه قوي. رقاصه؟ ودي عرفتها امتى؟ النهارده عزمتنا على سهره وعشوه بالليل في النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. رحمات رحمات من هذا العذاب، عقل مراتي فرقع وداه.